كيشفر كيريقلو على 900 غرام هاو كيعبروا به كيديروا بحال كيعبروا ديروا 900 غرام ديما كيديو 100 غرام بالكيلو وحيد البركه هذا فيه البركه فيه البنة وفيه البركه هذا ديال الوالدين ديال الجدود ديال الوالدين اقدم ميزان والله الا ديال الوالد ها هو هذا عطوني فيه 10000 وهو بغى يخلطوه مع الذهب قلت لهم والله لديته هذا والله العظيم الا ميزان باغي نديه باغي ندي نعاودو باقي ما بركش ليه والله الا باقي ما بركش ليه والله ما بغيت نفرط فيه البركه ديال الوالدين هذا والله الا البركه ديال الوالدين مخلينا الوالدين هنا خدامين حنا باقيين خدامين كما علمنا الوالد حنا كما علمنا الوالد خصنا نعلمو الدريت حنا وراثيه هذه وراثيه حرفه وراثيه واش نقول لك بزاف بزاف ما بقانا ما بقاش نصورو والو ولا العذاب عندنا العذاب دابا صافي العذاب اللي عندنا صافي والله ما كان العذاب بالله والله ما كان الحلاوه ديال السوق حيدوها هو الحلاوه ديال السوق شناهو هي كدب عجلك في السوق كيدوز الدم كتسلخي كتخرجي للسوق للحباب تخرجوا الناس ديالنا كتبيع وتشري كتخدم دابا ولينا كنتمحنوا دابا شي يذبح ببرشيد شي يذبح بالكاره شي يذبح بن سليمان ما بقاش حلاوه الحلاوه صافي كنخلصوا عليه دابا هنا 2400 حتى ولينا دابا نخلصوا عليه 10000 ريال وعاد زيد ترانسبور ثاني 10000 اخرى هي 20000 1000 درهم اللي زايده وحنا 1000 درهم غتصور بالعجل ما تصوراش مزيون ما مزيوناش حنا مزيون على المواطن المسكين اللي كياكل اللحم حيت حنا دابا حنا كنحاربوا الغلا مثلا اذا كانوا اللحم الضارب اذا كيبيعوا ب 80 درهم ولا 75 درهم حنا كنبيعوا غير 60 درهم ومن يكون البطوار هنا عندنا نقدروا نبيعوها ب 55 درهم نقصوا المواطن 100 ريال نقصوا لي 100 ريال نحيدوا لي مسكين هذاك المواطن ديك 100 ريال كيمشي راكب بها وكيجي راكب بها وخا ضرب لي على النص ديال الطريق كيجيو دابا الناس كيجيو انا الراجل دابا موصيني على 40 كيلو انا مخليه ليا 40 كيلو وغادي يجي دابا 40 كيلو والله الا 40 كيلو موصيني الله عيط لي هذا الصباح وعيط لي البارح بالليل البارح بالليل عيط لي ديما والله الا على التليفون صافي انا عندي دابا عندي 34 عام كبار من دري ولدي الله عنده 22 عام لا اله الا الله وصافي ها هي من عنده ها هي من عنده بغيت الله يسقيه ويغلي واش العبد ما يتصرف عليه واه دابا كيطيح ب 60 درهم 60 درهم باش كيطيح كاين الناس صحابنا كيوصيونا على اللحم كنخليو للحم كيجيو يديوه صراحه مش لحوم حمراء كيذبح البلدي والكروازيو ما كيذبحش داكشي ديال الشحمه ولا كنتقداو من عنده عارفين واش كيذبح عارفين واش باش كيخدم هو ولد عمنا كنوصي الناس ديال الدار البيضاء والناس كنبيعوا ليه ويشري من عندنا غير كنجي نتقدم هنا من بديونا من عاده السيد السي احمد الحيمات عنده زينين داكشي عنده مزيان بلدي ديما ما كاينش ما كنتفاكش معنا هاد السيد ديما نجي عند هاد السيد لا والو كنجي عنده كيكون الاقبال على اللحم كيكون اقبال على الحما هو هاد الايامات شويه كاين شويه ديال السومه ولكن الناس ما تخلع ما والو الناس يقولوا كاين الثمن كاين الغلا غدا طيح ان شاء الله الغلم الغلم موجوده غيكون ان شاء الله بحال اليوم دارت شويه الغلم اليوم دارت شويه في الثمن شويه اليوم الحمد لله مازال غدا ترخف ان شاء الله والدرويش غيعيد.